أهلا بكم. بجدارة واستحقاق توج منتخبنا الوطني لكرة السلة بلقب بطولة كأس الملك عبد الله الثاني في نسخته 11 التي جرت في عمان بمشاركة منتخبات المكسيك والبرتغال وأنغولا، إضافة إلى منتخبنا الوطني الذي حقق لقبه 5 في هذه البطولة التي تأتي هذه المرة بتوقيت مهم، حيث يتحضر صقور الأردن للمشاركة في نهائيات النسخة 19 من بطولة كأس العالم باستضافة مشتركة من دول الفلبين وإندونيسيا واليابان اعتباراً من 25 من آب الحالي إلى 10 من الشهر المقبل. منتخبنا أبدع وأقنع وحقق 3 انتصارات منحته اللقب واثقاً لما هو قادم. وفي الحديث عن أرقام الصقور في هذه البطولة، بعدما بلغت نسبة نجاح لاعبي المنتخب في التسجيل من داخل القوس حوالي 46% ونصف و 32% من خارج القوس وحوالي 72% من خط الرميات الحرة، وبلغ إجمالي نقاط الصقور المسجلة من استثمار حالات التيرن أوفر 59 نقطة وبمعدل حوالي 19.6% لكل مباراة، كما سجل إجمالي 32 نقطة من الفرص الثانية وبمتوسط حوالي 10.5 نقطة و 46 نقطة من الفاست بريك بمعدل حوالي 15 نقطة. وكان النجم أحمد دويري اللاعب الأكثر فعالية في البطولة من جانب لاعبي المنتخب الوطني بمعدل 23 بمتوسط تسجيل 18 نقطة وحوالي 10 متابعات. تلاه فريدي إبراهيم في المركز الثاني ثم المجنس جيفرسون في المركز الثالث.